السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات كو اي. المهم اليوم غادي نشوفو يعني الحصه رقم 3 بالنسبه للثيرموديناميك، واللي نخصوها بالنسبه للديفيرونسييل توتال اكزاكت. اول حاجه خصنا نعرفو شنو هو الفورم ديفيرونسييل، وعاد نمشيو نشوفو داك الفورم ديفيرونسييل فوقاش كيكون فورم ديفيرونسييل توتال. المهم هنا ديفيرونسييل توتال اكزاكت يعني دي تي او، صافي. اذا بالنسبه الى كانت عندي واحد الفونكسيون دو بلوزيير فاريابل، يعني ما كيكونش فيها فاريابل واحد، حنا شنو فونكسيون فيها فاريابل واحد اللي هو اكس، كاينه لي فونكسيون اللي فيها يعني دو فاريابل اكس ايغريك 3 فاريابل الى اخره اكس ايغريك وزد، صافي مزيان. اذا كاينه دي فونكسيون اللي عندهم اكثر من متغير واحد، حنا غنركزو غير على جوج المتغيرات، ما نركزوش على ثلاثه، حيت حنا كنخدمو بداك لي فونكسيون ديتا. الا كانوا ثلاثه المتغيرات كتسمى ايكواسيون ديتا، ولكن حنا اللي كنركزو عليه هو فونكسيون ديتا. وفونكسيون ديتا قلنا شحال فيها المتغيرات، جوج، كيكون اما بي و في او لا بي و تي او لا تي و في، صافي، اللي هما المتغيرات ديال السيستيم، صافي، ولا كنقولو لهم لي فاريابل ديتا. اذا بالنسبه لينا حنايا غادي نخدمو عامه ونشوفو داك جوج التمارين. اذا قلنا كتكون عندي واحد الفونكسيون اللي هي اكس ايغاري، ملي كانت كتكون عندي فونكسيون وحده يعني بمتغير واحد الاشتقاق ديالها كيكون عادي، يعني دي دو اف سوغ دي اكس حيت فيها متغير واحد. ولكن الفونكسيون اللي فيها جوج المتغيرات اكس و ايغاريك هادي كندير نتعامل معاها. بالنسبه للديريفي ديالها كنسميوها يعني بالفورم ديفيرونسيال، يعني بالديريفي، يعني دي دو اف دو اكس ايغاريك هو الديريفي هذا، كيكون على هذا الشكل هذا، يعني كيكون الديريفي ديال اف سور اكس، يعني الديريفي ديال اف دلاله اكس حيث ان ايغريك راه كونستون مضروبه في دي اكس، زائد اش الديريفي ديال اف بدلاله ايغريك بحيث ان اكس مالو كونستون مضروبه فاش في دي ايغريك. اذا هكا كنتعاملوا مع الديريفي ديال هاد الفونكسيون هادي. اذا بالنسبه لهادو جوج الاعداد هادو، المهم الديريفي كنمشي ندير الديريفي ديال اف بدلاله اكس وكنحطو هنا، وعاوتاني نمشي ندير الديريفي ديال اف بدلاله ايغريك وكنحطها هنا. المهم غنسمي هادي ا وغنسمي هادي ب، انت تعرف لا سميتو. اذا بالنسبه لي انا هادي سميتها، هادي كامله سميتها ا، هادشي اللي يخرج لي هنا غنسميه ا، وهادشي اللي يخرج لي هنا نسميه بي. فوقاش كنقول على هاد ديفيرونسيال هذا، هاد فورم ديفيرونسيال هذا، فوقاش كنقول انه فورم ديفيرونسيال توتال. المهم كيكون فورم ديفيرونسييل توتال اكزاكت، فوقاش كنقول عليه انه فورم ديفيرونسييل توتال اكزاكت الا مشيت درت الاشتقاق ديال هاد ا هذا سور اس هاد هنايا كانت بدلت، هنا درت الاشتقاق في الاول بدلاله اكس، دابا ندير له الاشتقاق بدلاله ايغريك، نلقاه كيساوي شنو الاشتقاق ديال هاد بي هذا، في الاول درت له الاشتقاق بدلاله ايغريك، دابا ندير له الاشتقاق بدلاله اكس، صافي. اذا فوقاش كنقول على هذا الفورم انه فورم ديفيرونسييل توتال اكزاكت الا مشيت لهذا العدد هذا كامل اللي في الاول، يعني كان هو الاشتقاق ديال اف دلاله اكس، نعاود ندير له الاشتقاق بدلاله ايغريك، نلقى هو نفسه الاشتقاق ديال هذا بي هذا اللي كان هو الاشتقاق اف دلاله ايغريك، ندير له الاشتقاق بدلاله اكس. هنا كتكون اكس هي اللي كونستون، وبينما هنا كتكون ايغريك هي اللي كونستون. باش نفهموا هادشي هذا مزيان غادي نشوفوا هاد جوج ديال التمارين. هذا التمرين الاول غادي ركزوا عليه مزيان، التمرين الثاني راه ساهل تقدروا تخرجوه بوحدكم، واخا غادي نخرجوا معاكم. اذا هادشي راه باين واضح. اذا قال لك سوا لي فونكسيون سويفون اف دو اكس ايغريك اللي كتساوي لنا اكس سور ايغريك، وزد دو اكس ايغريك اللي كتساوي لنا اكس بلس ايغريك سور اكس. فالسؤال الاول قال لك دوني لا فورم ديفيرونسييل دو اف اي جي، يعني غنخدمو بهاد الطريقة هادي. من بعد في السؤال الثاني قالك فيغيفي سي سيكواسيون، هادي خرجو لنا هنايا هاد الفورم ديفيرونسيال مالهم سون دي ديفيرونسيال توتال اكزاكت. إذا غنتحققو من هاد القضية هادي، إلا لقيناهم كيتساوو غادي نقولو بلي هما شنو يعني راه هما ديفيرونسيال توتال اكزاكت. داك الفورم ولا ليكواسيون اللي خرجت ليا راه هي عبارة عن واحد ليكواسيون ديفيرونسيال توتال اكزاكت. من بعد السؤال التمرين الثاني نشوفوه هاد الحصة هادي، ولكن تنساليو التمرين الأول. المهم نبداو بأول فونكسيون اللي هي اف دو اكس ايغريك اللي شنو هي، اللي هي اكس سوغ ايغريك. إذا السؤال الأول قالك دوني لا فورم ديفيرونسييل دو اف، ومن بعد جي. إذا لا فورم، السؤال الأول لا فورم ديفيرونسييل، هنا راه اي ديفيرونسييل
de f. La forme différentielle de f, يعني هو عرفتي يعني t de f اش غتساوي ليا؟ هي الشقاق ديال f بارابور x مضروبه في dx بلس الشقاق ديال f بارابور y مضروبه فاش في dy. اذا نجي نحسبوا هاد جوج ديال الشقاقات. اذا هنا الشقاق ديال f بارابور x يعني هنا نعتبر بلي y كونستانت. اذا هنا y نعتبرها بلي هي واحد الكونستانت. اذا هاد الشقاق ديال f بدلاله x يعني مشتق نعتبر x هو المتغير. اذا هنا عندي f دو x y هي x على y و y كونستانت يعني بحال اللي قلت الشقاق ديال x على y بريم. وحنا قلنا بلي y كونستانت y غتخرج غيولي ليا هو واحد على y مضروب في الشقاق ديال x. عرفتي الشقاق ديال x هو واحد يعني الشقاق ديال f بارابور x حيث ان y راه كونستان شحال خرج ليا؟ هي واحد على y حيت الشقاق ديال x هو واحد. عرفتي اذا هذه هي الاولى. نشوفوا هذا الشقاق ديال f بارابور y. الشقاق ديال f بارابور y يعني هنا كنعتبروا بلي x هو الكونستان. اذا بالنسبه لهنا يعني الشقاق ديال x على y صافي حيت ان شنو هو لي كونستون اكس يعني الاكس هذا يخرج غيكون هنا هو اكس في الشقاق د واحد على y. الشقاق د واحد على y هو ناقص واحد على y او كاري. اذا بالنسبه لنا الشقاق ديال f بارابور y شنو هو؟ راه هو ناقص واحد على y او كاري نضرب في اكس يعني ناقص اكس على y او كاري. اذا بالنسبه لهذا هو الشقاق ديال f بارابور y حيت ان هاد اكس هذا راه كونستانت. اذا دابا هنايا غنعطيه الفورم ديفيرونسيال بالنسبه لاف يعني دي دو اف اش غادي يكون كيساوي ليا؟ غنعوض هاد الشقاق ديال اف بارابور اكس غنعوضها بالقيمه ديال اللي خرجت ليا اللي هي واحد على اي مضروبه في اش مضروبه في دي دو اكس زائد عاوتاني شنو؟ زائد ولا ناقص؟ تنشوفوا الشقاق ديال اف بارابور اي شنو خرج لينا؟ هو ناقص اكس على اي او كاري يعني ناقص اكس على اي او كاري مضروب فاش في دي اي. اذا بالنسبه لهذا هو ما يسمى بالفورم ديفيرونسييل دو اف. دابا السؤال الثاني يعني نخدم على اف الاسئله بجوج ونمشي نخدم عاوتاني على جي الاسئله بجوج. قال لك فيغيفي سي سيت ايكواسيون اللي خرجت لنا اللي هي هذه مالا راه هي دي ديفيرونسييل توتال اكزاكت. اذا باش نبين ان ديفيرونسييل توتال اكزاكت شنو قلنا؟ هذا اللي خرج لي هنا كنسميه ب ا وهذا اللي خرج لي هنا هذا كامل كنسميه ب. وكنمشي اش كنمشي ندير؟ هذاك ا اللي في الاول درت له الشقاق بدلاله اكس كنعاود ندير له الشقاق بدلاله y. وهذا يعني اللي درت له الشقاق في الاول بدلاله يعني الشقاق f بدلاله y كنعاود ندير له الشقاق ولكن بدلاله اكس صافي. ولا كانوا كيتساواو شنو كنقولوا؟ بلي داك الفورم راه فورم ديفيرونسييل توتال اكزاكت صافي. اذا هنا نجيب ورقه اذا حنايا غادي نديرو الشقاق يعني هاد واحد على y غنعاود ندير له الشقاق ديالاش يعني هاد 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 الشقاق ديال f بارابور x غنعاود ندير له الشقاق ولكن بارابور y صافي. اذا بالنسبه لهنا هذا كيتسمى يعني في الاول كان الشقاق بدلاله x يعني هنا الشقاق ديال f في الاول باش درت له الشقاق بدلاله x وفي الثاني باش ندير له الشقاق بدلاله y صافي. هنا يمكن كندير اوكار صافي. اذا هنايا يعني الا بدلتي الترتيب غتقول له باللي انت درتي الشقاق في الاول بدلاله y ومن بعد درتيه بدلاله x صافي فهمتي البلان. اذا بالنسبه لنا الشقاق الثاني ديال f في الاول كان بدلاله x ودابا نديرو الشقاق بدلاله y. فين هو الشقاق اللي كان بدلاله x؟ هو هذا شحال خرج ليا؟ واحد على y يعني هو الشقاق ديال واحد على y. شحال هو الشقاق ديال واحد y؟ واحد على y راه هو ناقص واحد على y او كار. اذا بالنسبه لذاك الشقاق الثاني ديال f في الاول درت له الشقاق بدلاله x والثاني درت له الشقاق بدلاله y يعني بحال اللي شديت داك ا يعني سميتها ا ودرت له الشقاق في الثاني بدلاله y. دابا عاوتاني نديرو نشوفوا الشقاق الثاني ديال f في الاول درت له الشقاق بدلاله y ودابا نديرو الشقاق بدلاله x نشوفوا شحال غادي يساوي لينا هنا باش ما ندير هذا البوان هادي. اذا بالنسبه للشقاق ديال f بدلاله y شحال كنخرج لينا؟ هو ناقص x على y او كاري يعني ناقص x على y او كاري. هادي ندير لها بريم. الشقاق بدلاله اش؟ بدلاله هاد المره بدلاله x يعني x هو المتغير y غيكون كونستون
y constant يعني ناقص واحد على y او كاري راه constant ناقص واحد على y او كاري بالشقاق ديال x. اذا بالنسبه لهنا هذا الشقاق الثاني ديال f الاول كان بارابور y ودابا بارابور x شحال ساوي لنا الشقاق د x هو واحد هو ناقص واحد على y او كاري. لاحظ معايا باللي هذه كتساوي لنا هذه يعني الشقاق الثاني ديال f في الاول كان بدلاله x وفي الثاني كان بدلاله y راه كيساوي لنا الشقاق الثاني ديال f. الاول درناه بدلاله y وفي التالي درناه بدلاله x. يعني شنو لقينا هنا؟ لقينا ان الشقاق الثاني ديال f في الاول درناه بدلاله x وفي الثاني درناه بدلاله y ساوى لنا الشقاق الثاني ديال f في الاول درناه بدلاله y وفي الثاني درناه بدلاله x. اذا دابا شنو يمكن لي نقول على هذه الفورم هذه هاد دي دو اف؟ شنو راه هي؟ ديفيرونسييل توتال اكزاكت. يعني دي اف ايتان ديفيرونسييل توتال اكزاكت. اذا هكا كنكونو خدمنا على ياش على اف. مزيان. دابا غادي نمشي نخدم عاوتاني على ياش على جي. صافي غنخدم على جي بنفس الطريقه اللي خدمنا على اف. اذا بالنسبه للجي دو اكس شنو هي؟ جي دو اكس إيغاك شنو سوات لينا؟ هي إكس زائد إيغاك على إكس. هادي راه ممكن تخدموها نتوما، يعني لا فكرة راه ممكن نتا تخدمها بوحدك صافي بنفس الطريقة، ولكن أنا نعاود نخدمها معاك باش نتا تتأكد هي من النتائج. يعني وقف الفيديو خدمها بوحدك. إذا بالنسبة للسؤال الأول غادي نخرجو دي دو جي. باش نخرج دي دو جي خصني نحسب الشقاق ديال جي بارابوغ إكس. الشقاق ديال جي بارابوغ إكس يعني إيغاك كونستون و إكس هي اللي عندها بدلالة الشقاق. يعني هنا الشقاق د x هو واحد، الشقاق ديال y على x y كونستون يعني هنا y غتخرج، والشقاق د واحد على x راه هو ناقص واحد على x او كاري يعني هنا ناقص y على x او كاري. اذا هذا بالنسبه للشقاق د جي بارابوغ x. دابا نشوفوا الشقاق ديال جي بارابوغ y. الشقاق ديال جي بارابوغ y يعني x غتكون كونستون في هذه الحاله و y هي المتغير. صافي اذا بالنسبه لهنا الشقاق ديال اكس حنا قلنا y هو المتغير يعني اكس كونستون، الشقاق ديال اكس زيرو، والشقاق ديال y على اكس قلنا y هو المتغير يعني واحد على اكس كونستون. ها هي واحد على اكس كونستون. والشقاق ديال y شحال هو الشقاق ديال y؟ راه زيرو. صافي عفوا الشقاق ديال y راه هو واحد حيت حنا بارابوغ راه y. اذا هذه بالنسبه دي دو جي بارابوغ ا ايغري. اذا بالنسبه لهنا دي جي اش غادي نقول ليه؟ عندي نكتب الشقاق ديال اف ديال جي بارابوغ اكس اللي هو هذا، يعني هنايا واحد ناقص ايغري بارابوغ اكس او كاري مضروبه فاش؟ هنايا درنا بارابوغ اكس في دي اكس، هنا بلوس الشقاق ديال جي بارابوغ ايغري اللي هو واحد على اكس فاش مضروب في دي ايغري. اذا هذا بالنسبه للفورم ديفيرونسييل. باش نتاكد واش يعني واش حيت في السؤال الثاني قال لك فيغاتي سي سيكواسيون سون دي ديفيرونسييل توتال اكزاكت. باش نتاكد واش هما ديفيرونسييل توتال اكزاكت ولا لا خصني نعاود ندير هذا الشقاق، ولكن هذا يعني في الاول درت له الشقاق بدلاله اكس يعني مضروب في دي اكس يعني درت له بدلاله اكس. دابا نعاود ندير له الشقاق ولكن بدلاله ايغريك. يعني الشقاق الثاني ديال اف في الاول درته بارابوغ اكس ودابا غادي نديرو بارابوغ ايغريك. اش غادي يساوي ليا هنا؟ دابا يا اعتبر y هي المتغير و x كونستون، يعني هنا الشقاق د واحد زيرو، والشقاق ديال ناقص قلنا بلي y هي المتغير x كونستون، الشقاق د ناقص y على x او كاري، هنا بعدا ناقص واحد على x او كاري كونستون، والشقاق ديال y راه هي واحد. اذا بالنسبه للشقاق الثاني د f الاول بارابوغ x و الثاني بارابوغ y هو ناقص واحد على y هو ناقص واحد على x او كاري. دابا عاوتاني نشوفوا الشقاق الثاني ديال f في الاول درنا بارابوغ y في الثاني نديرو بارابوغ x شنو كيساوي لنا؟ يعني هذا هو الشقاق اللي درناه في الاول بارابوغ y او خرج لنا واحد على x. دابا خرج لنا واحد على x، دابا غنديرو الشقاق عاوتاني بارابوغ شنو؟ ا x. شنو هو الشقاق د واحد على x؟ دابا x هو المتغير y كونستون، الشقاق د واحد على x شنو هو؟ هو ناقص واحد على x او كاري. لاحظ معايا هادو بجوج كيتساواو، اذا شنو هاد دي جي هادي مالا؟ راه ايتان ديفيرونسييل توتال اكزاكت. تقول بما انهم كيتساواو راه هي واحد ديفيرونسييل توتال اكزاكت. اذا دابا حنا غادي ندوزو للتمرين الثاني.
اللي قال لك سوا لا فورم ديفيرونسييل سويفون دي دو بي اللي كتساوي لينا ناقص ار تي على في ناقص بي او كاري زائد 2 ا على في او كاري دي في زائد شنو ار على في ناقص بي في دي دو تي. قال لك ا بي اي ار سون دي كونستون، يعني هاد ا بي ار هادو كونستون. مونتري كو ان دي بي اي تان فورم ديفيرونسييل توتال اكزاكت. اذا هنا شنو عطانا؟ عطانا دي بي بداله دي في و دي تي. يعني هنا هاد بي هاد الفونكسيون بي اللي كانت عندي في الاول راه دار لي هاد الشقاق بارابور ا في، صافي هو هذا، ومن بعد دار لي هاد الشقاق بارابور ا تي اللي هو هذا. اذا هنا باش نبين ان ديفيرونسييل توتال اكزاكت يكفي انني هاد الداله اللي عندي هنايا ندير لها الشقاق عاوتاني بارابور شنو تي، حيت هو هاد بي هادي دار الشقاق في الاول بارابور ا في، وهي هادي اللي خرجت لينا هنا، يعني هو داك الشقاق الاول حسبوه. اذا بالنسبه لهنا غنقول له الشقاق الثاني ديال بي بارابور شنو في الاول درناه بارابور ا في، يعني هو هذا، ودابا نديروه بارابور شنو تي. يعني دابا هنايا عندي الشقاق ديال تي، يعني في راه كونستون، صافي في راه كونستون. نبدا بهذا العدد هذا، لاحظ معايا هذا العدد اللي عندنا هنا 2 ا على في او كاري، هذا مالو؟ قلنا بلي في فهاد الحاله ديالنا، فهاد الحاله يعني دابا عندي الشقاق ديال تي، يعني في كونستون. في فهاد الحاله يعني ولات كونستون، ا هاي اصلا قال لي كونستون، 2 ا على في او كاري شنو كونستون، الشقاق كونستون زيرو. عاوتاني هنا ناقص ار تي على في ناقص بي او كاري، لاحظ معايا بلي ار كونستون، في في هذه الحاله ديالنا اعتبرناها كونستون وبي راه كونستون. اذا هنا هاد ناقص يعني تخرج حيت هي كونستون، ناقص ار على في ناقص بي او كاري خرجات حيت راه هي كونستون. وهنا الشقاق بارابور ا تي، شنو هو الشقاق ديال تي؟ هو واحد. اذا شنو هو الشقاق الثاني ديال بي بارابور ا في؟ ومن بعد في بارابور ا تي هو ناقص ار على في ناقص بي الكل او كاري. اذا عاوتاني دابا الشقاق الثاني ديال بي بارابور ا تي ومن بعد بارابور ا في، يعني الشقاق في الاول من درناه بارابور ا تي راه هو هاد ار على في ناقص بي. ودابا مي ندير هاد الشقاق بارابور شنو في، يعني دابا نعتبر في هي المتغيره والتي كونستون، يعني ندير الشقاق ديال هادي، الشقاق ديال هادي بارابور هاد في هادي شنو هي؟ هي ار في الشقاق ديال هاد في ناقص بي، غنطلع للفوق غتولي في ناقص بي اس ناقص واحد، صافي هادي شنو ندير لها الشقاق، حيت هي اللي دير لها الشقاق بارابور في. إذا بالنسبة لهنا الشقاق الثاني ديال بي بارابور ا تي بارابور ا في اش كتساوي لينا؟ هي ار. بالنسبة للشقاق ديال هادي شنو هي؟ هاد الموانزان كتهبط موانزان في الشقاق ديال في ناقص بي، شحال هو الشقاق ديال في ناقص بي؟ في هي المتغيرة، الشقاق ديال في واحد والشقاق ديال ناقص بي زيرو، إذا هي واحد بلاش ما نكتبو. هنا مضروبة في اش؟ في هاد في ناقص بي أس ناقص واحد ونزيد ناقص واحد، يعني أس ناقص جوج، هذا الشقاق. الشقاق الثاني ديال بي بارابور تي بارابور في اش كتساوي ليا؟ هنا موان زان غادي تخرج هي ناقص، وهنا مضروبة في ا. بالنسبة لفي ناقص بي أس ناقص جوج هي شنو؟ هي واحد على في ناقص بي أو كاري. إذا هذا هو الشقاق الثاني ديال بي بارابور تي ومن بعد بارابور في. لاحظ معايا بلي هاد الشقاق الثاني د بي الاول درناه بارابور ا في ومن بعد درناه بارابور ا تي، خرج لينا هو نفس الشقاق الثاني ديال بي في الاول بدلالة تي وفي الثاني بدلالة في. اذا شنو لقينا هنا؟ الشقاق الثاني ديال بي الاول بدلالة تي في الثاني بدلالة في، راه خرج لينا هو نفس الشقاق الثاني ديال بي في الاول بدلالة في وفي الثاني بدلالة تي. من كيخرجوا هادو بجوج كيتساواو شنو كنقولوا؟ غنقولوا له بلي دي بي شنو ايتان ديفيرونسييل، ولا نكتبو عيد دي ديفيرونسييل توتال اكزاكت. اذا هكا في هاد الحصه هادي كنكونو شنا يعني اش كنعنيو بديفيرونسييل توتال اكزاكت، يعني كيفاش كنبين انه ديفيرونسييل توتال اكزاكت. اذا الى حصه مقبله ان شاء الله.